في حصاد الأخبار الوطنية سنتطرق فيه إلى المشاريع التي استفادت منها ولاية تسمسلة الملقبة بمدينة غروب الشمس، وهو ما من شأنه دفع عجلة التنمية كما يقال، لكن العجلة الحقيقية تلك التي ستكون في سيارة فيات الإيطالية على الطرق الجزائرية. الطريق مفتوح أمام 210 براءة اختراع من مختلف الجامعات الجزائرية التي تبشر بالخير، كما بشر وزير الفلاحة المواطنين تسقيف أسعار اللحوم. وأخبار أخرى يقدمها لنا سامي كتاب على نوطة السياسة. تخصيص 90 مشروعا تنمويا بولاية تسمسيلت هو ما تمخض عنه الاجتماع الثاني للحكومة خارج العاصمة بعد ولاية خنشلة. 90% هي نسبة إنجاز المشاريع التنموية الرامية لفك العزلة عن مناطق الظل، والتي دائما ما كانت محل حرص من قبل الرئيس تبون كحرصه على القضية المركزية، القضية الفلسطينية. فبعد لم شمل، ها هي رسالة الرئيس في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، تعكس مرة أخرى ثبات الموقف الجزائري الداعم لنضال الفلسطينيين وتحكيم ضمير المجتمع الدولي بمسؤولياته الأخلاقية والسياسية والتاريخية. وفي العلاقة التاريخية الجزائرية الفرنسية، استقبل رئيس الجمهورية 5 مؤرخين المعينين ضمن لجنة مشتركة للبحث في ملف الذاكرة بين البلدين. وبالعودة إلى لغة الأرقام، كشف مجمع ستيرونتيس المالك لشركة فيات الإيطالية عن ذروة إنتاج يصل إلى 90,000 سيارة سنوياً، ولتفادي سيناريو تضخيم فواتير الاستيراد، وهو ما كلف الخزينة 28 مليار دولار، تسعى وزارة الصناعة إلى قطع الطريق أمام لوبيات نهب الخزينة العمومية. وزارة الفلاحة بدورها تصبو إلى تسقيف أسعار اللحوم ووضع حد لحالة عدم استقرار أسعار الخضار والفواكه من خلال تنصيب خلايا يقظة وتشديد الرقابة على غرف التبريد. نختتم حصاد هذا الأسبوع بإحصاء 210 براءة اختراع حسب ما كشف عنه المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية لبراءات اختراع المسجلة من الجامعات لسنة 2022.